ما يزال الجدل حول موضوع المهاجرين الأفارقة في مدينة صفاقس شرقية تونس يحتل الحيز الأوسع من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط دعوات لمراعاة الوضع الإنساني للمهاجرين إثر انتشار فيديوهات تظهرهم على الحدود الليبية في مناطق نائية. تصور المقاطع المنتشرة الأوضاع المزرية التي يعاني منها المهاجرون بعد أن تم ترحيلهم من صفاقس إلى منطقة صحراوية بالقرب من الحدود مع ليبيا، حيث لا يجدون مياه صالحة للشرب ويضطرون لشرب ماء البحر. نشر هذا الفيديو صحفي جزائري على تويتر، ولكن لم نستطع التحقق منه. لنشاهد الفيديو. Regardez les femmes. Si vous prévenez nous en aide, on ne sait plus quoi faire là. On n'a pas d'eau à boire, on n'a rien pour manger les enfants. Il n'a pas de loup. Regardez lui, son pied est cassé. Regardez vous-même. Si vous prévenez nous en aide. Regardez ces choses. Est-ce qu'on mérite ça, vous aussi? On ne mérite pas ça. Ils nous prennent tout. ردا على الاتهامات بتعرض المهاجرين الأفارقة لظروف غير إنسانية، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد ذلك، وقال إن قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها على عكس ما يشاع. سعيد كان قد التقى يوم السبت برئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو للحديث عن دور المنظمة في هذه الأزمة، وأعلن الرئيس التونسي عن ذهاب وفد إلى مكان تواجد المهاجرين حتى لا يبقوا في ظروف لا إنسانية على حسب قوله. سعيد مشاهدينا كان قد علق أيضا على أزمة المهاجرين غير الشرعيين المتفاقمة في تونس عند لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلا: تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار، وهؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم، إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر. منظمة Human Rights Watch رصدت ما يحدث في تونس على الحدود، وطالبت يوم الجمعة السلطات التونسية بوقف عمليات الطرد الجماعي والسماح بوصول المساعدات. في منظمة Human Rights Watch تم توثيق عملية طرد جماعي لمهاجرين أفارقة السود إلى الحدود مع ليبيا، حيث تقدر أعدادهم ما بين 500 و 700 شخص. القوات الأمنية التونسية تقوم أيضا بعمليات طرد على الجانب الجزائري، ولكن في الوقت الحالي لدينا معلومات قليلة حول الأرقام هناك. أثارت فيديوهات المهاجرين على الحدود التونسية الليبية تعاطف العديد من الناس بسبب الظروف التي يعيشونها هناك، بينما ساند آخرون قرارات الحكومة التونسية في التعامل مع ملف المهاجرين. من التغريدات حياة تقول: الوضع الإنساني في صفاقس في خطر، خاصة بعد المعاملات اللا إنسانية ضد الأفارقة المهاجرين غير القانونيين. أما حساب المهدي فيقول: أي تبرير عنصري لسوء معاملة المهاجرين على أساس اللون فهو مدان في كل الظروف والأحوال، ومن يريد أن يضع تونس على طريق الحل فما عليه أن يدين كل تصرف أو موقف عنصري سواء جاء من النخبة أو من عامة الناس. على الجانب الآخر كانت لبعض التونسيين آراء ثانية حول وضع المهاجرين في البلاد، فمثلا حبيبة تقول: يا ريس سكر الحدود وطبق القانون على كل من يساعد الأفارقة للدخول بطريقة غير قانونية. تغريدة أخيرة من أمل التي تقول على تويتر: الشعب التونسي حسم أمره، الترحيل ولا شيء غير الترحيل، ربي معهم بعيد عن بلادنا. تواجه طبعا تونس أزمة أو أزمة هجرة غير مسبوقة، حيث أصبح المهاجرون يأتون إلى تونس بدلا من ليبيا كمعبر للوصول إلى أوروبا هربا من الفقر والصراع في بلدانهم. وكان قد أثار مقتل مواطن تونسي طعنا إثر اشتباكات بين السكان والمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية غضب الكثيرين في تونس. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.